في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يكتب هذا المجلس من مجالس الخير التي تثقل موازيننا جميعا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه وعبده. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. الحيض في الشرع هو دم طبيعة يرخيه الرحم من قعره في أقوات معلومة معينة، فهذه حقيقة الحيض. والأصل في ما يخرج من المرأة من الدماء أنه دم حيض، وهذا ما سينص عليه المؤلف لاحقا. والمرأة يخرج منها دم استحاضة ودم حيض ودم نفاس، فدم النفاس سيأتينا وأمره ظاهر وهو ما يكون بعد الولادة، لكن الإشكال دائما يكون بين الاستحاضة والحيض. والأصل في الدم الذي يخرج من المرأة أنه دم حيض، وسيذكر المؤلف بعض الأشياء التي يمكن أن يعرف بها هل هو دم حيض أو دم استحاضة. يقول رحمه الله تعالى: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. بهذه العبارة اختصر المؤلف تفصيلا كثيرا ذكره الحنابلة وهو مروي عن الإمام أحمد في مسألة أنه لا يحكم للدم بأنه حيض حتى يتكرر ثلاثا، والمسألة الأخرى أنه لا حيض قبل 9 سنوات ولا بعد 50 سنة، ومسألة أنه أقله يوم ليلة وأكثره 15 يوما. كل هذه الأشياء المذكورة عند الحنابلة تجاوزها المؤلف لأنه يرى رحمه الله أنها أقوال مرجوحة لا يدل عليها دليل. فإذا بناء على هذه الوجهة للمؤلف قال: الحيض الأصل أنه يثبت عنده بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، إذا بمجرد ما يخرج الدم عند المرأة يعتبر حيض، ولا نشترط أي شرط بعد هذا، لا التكرر ولا غيره. ودليل المؤلف أن نساء المؤمنين في العهد النبوي ما زلنا يحضن، وتوجد منهن التي ما زالت تحيض، وتوجد الصغيرة التي حاضت أول مرة، وتوجد غيرها كالمستحاضة، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أي شيء يدل على هذه التحديدات التي ذكرت عند الحنابلة، فأعرض عنها المؤلف جملة وتفصيلا، وأثبت أن الدم الذي يخرج من المرأة هو دم حيض. وبهذا يعني يكون المؤلف الحقيقة تجاوز أشياء كثيرة ومسائل عديدة ذكرها الحنابلة في باب الحيض وتركها هو لما سمعت. لما بين المؤلف حد دم الحيض عنده، وعنده لا يوجد دم، لا يوجد حد في الواقع، أي دم يخرج من المرأة فهو إيش؟ دم حيض. لكن انتقل إلى مسألة ضابط الاستحاضة،
ضابط الاستحاضة، فقال: إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة، فقد أمرها. نعم، المستحاضة عند المؤلف حدها، ما هو حدها؟ ها، أيوة، أن يطبق الدم ولا ينقطع، ولهذا يقول: إلا إن أطبق، إن أطبق الدم ولم ينقطع فحينئذ تعتبر مستحاضة. وفي الحقيقة تعريف الاستحاضة بين الفقهاء محل إشكال، والأخذ والرد فيه كثير جدا، ولا يوجد قول واضح القوة لضبط دم الاستحاضة. والضابط الذي ذكره المؤلف في الظاهر جيد، لكن عند التطبيق هناك إشكال كثير. لا ينضبط الحال مع المرأة أن تقول لها إذا أطبق، فستسأل تقول: ما معنى إذا أطبق؟ يعني كم؟ 5 أيام، 6 أيام، 7 أيام، 10 أيام، كم؟ إذا أطبق يعني كم؟ وهل يشترط أن يطبق كل شهر أو بعض الشهر أو أكثر الشهر؟ لا ينضبط. ومن يعني سمع من النساء بكثرة أحوال استمرار خروج الدم يعرف أن ضبط الأمر بهذا القيد غير صحيح، ولا يحصل ضبطه. ولهذا أرى أن الراجح والله سبحانه وتعالى أن ضابط الاستحاضة هو ما جاوز أكثر الحيض وهو 15 يوما. إذا جاوز أكثر الشهر حكمنا عليه بأنه استحاضة، لأنه إذا جاوز أكثر الشهر فإنه يصدق عليها أن أكثر شهرها معها فيه دم. وأنتم تعرفون أن المرأة عندها شهر حيض، وهو أن يكون لها شهر بعضه طهر وبعضه إيش؟ حيض. بعضه طهر وبعضه حيض. أكثر عادة النساء 6 أيام و7 أيام، والطهر على هذا سيكون كم؟ إذا خصمنا 6 من الشهر كم؟ 24 أو 23 يوم، هذا عادة غالب النساء. إذا حكمنا أن كل مرأة لها شهر حيض، بعضه حيض وبعضه طهر، نقول إذا كان أغلب هذا الشهر الحيضي دم فهي مستحاضة. كيف نعرف أنه أغلبه؟ إذا جاوز 15 يوما فهو أغلبه، إذا جاوز 15 يوما فهو أغلبه. في من وجهة نظري أنه غير هذا القول، غير هذا القول هو المذهب، هذا القول هو المذهب المشهور من مذهب الحنابلة، ولا ينضبط الأمر انضباط حقيقي وواضح إلا بهذا، بحيث تقول للمرأة إذا أكملتي 15 يوما اغتسلي وصلي وتعتبرين إيش؟ مستحاضة، وتعتبرين مستحاضة. إذن هذا معنى إذا أطبق الدم على المرأة وصار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. عرفنا متى نحكم على دم المرأة الخارج أنه استحاضة. نعم. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها، فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة 6 أيام أو 7، والله أعلم. إذا حكمنا على المرأة بأنها مستحاضة يعني يخرج الدم منها في كل وقت، ننتقل تلقائيا إلى مسألة أخرى: كيف تعرف هذه المرأة الوقت الذي نزلت فيه عليها العادة من بين سائر الأوقات، باعتبار أن الدم دائما ينزل معها؟ كيف تعرف أنها حاضت؟ كيف تعرف أنها حاضت؟ رتب المؤلف علامات معرفة المرأة لوقت الحيض إلى 4 مراحل. المرحلة الأولى أن يكون لها عادة، المرحلة الثانية أن يكون لها تمييز، المرحلة الثالثة أن تعتبر عادة غالب النساء. ولا يجوز أن تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلا إذا تعذرت المرحلة الأولى. فإذا نقول للمرأة المستحاضة: إذا أردت أن تعرفي متى زمن الحيض فانظري إلى عادتك السابقة. قالت: أنا عادتي السابقة أنه ينزل علي الدم 5 أيام من اليوم 6 في كل شهر، دائما هكذا.
إذا جاء اليوم السادس نزلت العادة لمدة 5 أيام ثم طهرت، فنقول أنت لك عادة صحيحة فتمسكين عن الصلاة في اليوم السادس من كل شهر لمدة 5 أيام. الدليل على تقديم العادة على التمييز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك عادتك. اجلسي قدر، يعني اجلسي مثل القدر التي كنت تجلسينه أثناء الحيض المعتاد قبل أن تنزل معك الاستحاضة. طيب، إذا لم يكن لها عادة فتنتقل حينئذ إلى المؤشر أو القرينة الثانية وهي التمييز، فنقول انظري إلى الدم الخارج منك، فإذا خرج دم أسود منتن غليظ فهو حيض، وإذا توقف فقد طهرتي. واستدلوا على هذا المعيار بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف. فإذا لم يتميز الدم بالنسبة لها حينئذ نقول ترجعي إلى عادة غالب النساء، فتنظر إلى عادة أخواتها أو أمها أو خالاتها أو عماتها وتجلس كما يجلسون 6 أيام أو 7 أيام، ووقته من الشهر تقدره بوقت العادة بالنسبة لأقاربها من النساء. إذن هذا هو الترتيب: العادة ثم التمييز ثم عادة غالب النساء. وذهب بعض الفقهاء إلى أن التمييز يقدم على العادة، وقالوا إن التمييز أقوى من العادة، لأن التمييز يدل على إيش؟ يدل على أن الدم الآن ينزل، فهو أقوى من العادة السابقة، والعادة قد تتغير. والراجح المذهب أو ما ذكره المؤلف، راجح ما ذكره المؤلف، لأن الحديث صريح في تقديم العادة. سؤال: عقلا أيهم يقدم، التمييز أو العادة؟ ها؟ التمييز صحيح، يعني من جهة العقل لو الإنسان سينظر إلى عقله لقال: لأن نعمل بالتمييز الذي هو دلالة أوضح على الحيض، لأننا نعرف الآن أنها حاضت لأن الدم اختلف، تقديمه أولى. لكن نقول الراجح العادة لمجيء النص بذلك، وفي هذا دليل على أن الإنسان لا يتكئ دائما على عقله، لا يتكئ دائما على عقله، وإنما يكون هواه تبع للنص، يسير حيث سار النص ولا يتدخل في النص بعقله. ولا هلك كثير من الناس إلا حين أرادوا أن يتدخلوا في النصوص بعقولهم، لما أراد أن يجعل عقله حاكما على النصوص هلك، بل اجعل النص حاكم على عقلك. فأنت مهمة المسلم أن يبحث عن الحق الذي دلت عليه النصوص وليس الحق الذي دل عليه عقله. لاحظ معي، سأقول شيء بسيط، هذه المسألة اللي أنا أتكلم الآن عنها ببساطة وأنتم ترون أنها واضحة وبسيطة، غالب الخلل منها مع بساطتها الآن ووضوحها، وكل واحد يقول نعم ونحن نقدم النص على العقل، غالب الخلل الذي يقع بين المسلمين بسبب هذه القضية. لو استسلم لله الاستسلام الحق وجعل هواه تبع للنصوص لما حصلت كثير من الإشكاليات. نعم، كتاب الصلاة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة، وقد أتى المؤلف فيه على أمهات المسائل، لكن من المسائل التي استغربت أنه لم يتطرق إليها مطلقا مسألة إيش؟ ها؟ أحسنت، مسألة النفاس. يعني كان يحسن أنه يذكر كلمة في النفاس، لأن النفاس يعني قرين للحيض. ومهم نقول النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، الدم الذي يخرج بعد الولادة. وطيب، فيه مسائل كثيرة، من أهم هذه المسائل مسألة مدة النفاس. مدة النفاس في خلاف بين الفقهاء كثير، فمن الفقهاء من قال مدة النفاس 40 يوما، ومنهم من قال 60 يوما و70 يوما، ومنهم من قال لا حد لأكثره. والراجح المحكي عن الصحابة الذي تؤيده
البحوث الطبية المعاصرة هو أن النفاس ينتهي بالأربعين، وهذه دلائل قوية، ومذهب الصحابة وإيش بل حكي إجماع الصحابة عليه، لكن عد هذه الحكاية تحتاج إلى تحرير. ثم الطب الحديث يبين أن الدم الذي يخرج من المرأة يكون على وتيرة واحدة، فإذا أكملت الأربعين يوما اختلفت مواصفاته، وإن كان في رأي عين في رأي العين لم يختلف، يعني المرأة لما ترى تقول لم يختلف فيه شيء، لا لونه ولا رائحته ولا أي صفة من صفاته، لكن التحليل الطبي دل على أنه إيش اختلف. ونحن نقول الراجح أن مدة النفاس 40 يوما، وسواء دل عليه الطب أو لم يدل، ولكن يستأنس بما يذكره الأطباء المعاصرون، ويكفي في هذا أنه مروي عن الصحابة بعد 40 تغتسل. من المسائل المهمة في النفاس، إذا توقف الدم قبل 40 فإنها تطهر، لأنه لا حد لأقله، لا حد لأقله. فإن رجع في 40 فما حكمه؟ صح، في 40 نفاس، لأنه دم في وقت النفاس، فماذا يكون؟ نفاس. أنا أعطيناك هدية، إذا رجع الدم في مدة النفاس قبل نهاية 40 فهو إيش؟ نفاس، لأنه دم بسبب الولادة في مدة النفاس، فيكون ماذا؟ نفاس. فإن طهرت المرأة قبل 40 أو بعد 40 ثم اغتسلت ورجع الدم عليها فما حكمه؟ بعد 40 ها؟ جواب ذكي، هو يقول ليس النفاس صحيح، لكن ما هو؟ ها؟ يعني استحاضة. ها؟ أيوة، أحسنت والله، حقيقة تحتاج هدية، بس ما ودي أكلفك تقوم، ممكن تعطيه إياه. جزاك الله راجل، جزاك الله خير. الآن يعني نحن أعطينا الهدايا، غالب الهدايا في النفاس لأنها مسائل مهمة. طيب الآن إذا عاد الدم بعد 40 فإنه ينقسم إلى قسمين، إما أن يوافق عادتها المعروفة في الوقت والصفة، فمثلا هي طهرت في يوم 5 من الشهر واغتسلت وصلت 3 أيام، فلما جاء اليوم 8 نزل منها دم، وكانت قبل الحمل تحيض في اليوم الإيش؟ 8، فوافق أو لم يوافق؟ وافق، فيكون عادة حيض، فيكون حيضا. إن لم يوافق عادة فهو كما قلتم، كما قال جمهوركم، أنه إيش؟ استحاضة، أنه استحاضة. طيب، فإذا شكت قالت أنا لا أذكر العادة، ربما وافق العادة، ربما لم يوافق العادة، وشكت ولا أذكر عادتي قبل الحمل بدق، المهم شكت لسبب أو لآخر، ها لا، فهو استحاضة. بعبارة أخرى، الأصل في الدم الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس أنه استحاضة. الأصل في المرأة الذي يخرج من المرأة بعد توقف النفاس أنه استحاضة، إذا لم نتمكن من الحكم عليه بأنه حيض فهو استحاضة. نكتفي بهذه المسائل في النفاس وننتقل إلى الصلاة، تفضل. قال رحمه الله: كتاب الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين، رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم. بدأ المؤلف رحمه الله بشروط الصلاة، وبدأ من الشروط بشرط الوقت، وسبب البداية بشرط الوقت
أن شرط الوقت هو أهم الشروط بالنسبة للصلاة. نتنازل عن جميع الشروط مقابل تحقيق شرط الوقت، ولهذا إذا لم يجد الإنسان الماء فإنه يتيمم، وذلك للمحافظة على إيش؟ على الوقت. وإذا لم يجد القبلة فإنه يصلي إلى أي اتجاه محافظة على الوقت، وإذا لم يستر عورته لعدم وجود اللباس فإنه يصلي على حاله محافظة على الوقت. إذا قدمنا الوقت على جميع الإيش؟ الشروط، ولهذا بدأ به المؤلف، ولم يذكر المؤلف عبارة منه تدل على الأوقات، وإنما التزم ما أشار إليه في المقدمة، وهو أنه قد يذكر الحكم عبارة عن إيش؟ نص. فهو ذكر هذا النص، ذكر المؤلف حديثين، الحديث الأول حديث جبريل، والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقلت لكم أنه في الوضوء هناك حديث بيّنت هي الأحاديث المهمة على عثمان وعبد الله، وفي أيضا مسألة كيفية غسل النبي، عندنا حديث عائشة وحديث إيش؟ ميمونة. هنا أيضا في أحاديث ثلاثة تدور عليها الأحكام غالبا، حديث جبريل الذي ذكره المؤلف، وحديث عبد الله بن عمر كما ذكره المؤلف، وحديث بريدة ولا أدري هل ذكره المؤلف أو لا. المهم هذه الأحاديث الثلاثة تدور عليها الأحكام. وكما قلنا في المسائل السابقة أنه يوجد في الأحاديث حديث مهم، فحديث غسل جنابة الحديث الأهم هو إيش؟ حديث عائشة. هنا الحديث الأهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن فيه تفصيلا زائدا، ولأنه قول، والتحديد القولي أقوى من التحديد الفعلي. وسبب القوة أن القول لا ينتابه شيء من الاحتمالات، بينما الفعل قد تعرض له الاحتمالات التي تضعف من دلالته بالنسبة للقول. طيب نبدأ بالأوقات حسب ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ربما الشيخ رحمه الله وغفر له ورفع درجته ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني ذكر لفظه ولم يذكر لفظ حديث جبريل، لأنه يرى أن حديث عبد الله بن العاص وش فيه؟ أهم، لأنه أهم. يقول: وقت الظهر إذا زالت الشمس، يبدأ وقت الظهر بزوالان الشمس، وهذا محل إجماع، وهذا محل إجماع. وزوال الشمس هو أن تميل الشمس عن كبد السماء بعد أن ينعدم الظل، بعد أن ينعدم الظل. فإذا زالت أدنى زوال، مالت أدنى ميلان، فهذا هو الزوال الشرعي. إذا زالت الشمس فإنه يدخل وقت الظهر، وقلت أن هذا محل إجماع. قال: وكان ظل الرجل كطوله. ذهب الجماهير الأحناف، عفوا المالكية والشافعية والحنابلة وعدد من علماء السلف، الجماهير على أن وقت صلاة الظهر ينتهي إذا كان ظل الشيء مثله، إذا كان ظل الشيء مثله. واستدلوا بماذا؟ ها؟ بهذا الحديث. واستدلوا بهذا الحديث، وذهب الأحناف إلى أنه يستمر إلى أن يكون ظل الرجل مثليه، وهو مذهب ضعيف، أدلتهم ضعيفة، وهي مقابلة بالنصوص الصحيحة، وهذا من الأقوال الضعيفة للأحناف. ثم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. إذن متى يبدأ وقت العصر؟ إذا صار طول الشيء، إذا صار ظل الشيء كطوله عند الجماهير، أو إذا صار طول الشيء كمثليه عند الأحناف، لكن الراجح مذهب الجماهير. ثم قال: ما لم تصفر الشمس. في هذا الحديث ينتهي وقت العصر باصفرار الشمس، وفي حديث جبريل ينتهي وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه. وإذا جاء حديث بأمر وجاء حديث آخر بأمر مخالف له، فيأتي عندنا مسألة الجمع بين أو طريقة التوفيق بين النصوص. طريقة التوفيق بين النصوص إما أن نأخذ بهما وذلك بالجمع، أو نرجح، أو نقول بالنسخ، أليس كذلك؟ لا توجد وسيلة أخرى للجمع بين النصين، إما نجعل أحدهم منسوخ، أو نقدم أحدهما على الآخر بدلائل أخرى، أو نجمع بينهما، أليس كذلك؟ هنا ماذا سنسلك؟ أي الطريقتين أو أي الطرق الثلاث؟ الجمع، كيف سنجمع؟ لا، ها أنت
لا، الضرورة سيأتينا أنها إلى غروب الشمس. الضرورة إلى غروب الشمس. هنا نختم بالأخ. قريب من إيش؟ أحسنت، يعني هذا صحيح أنه ذكر ابن قدامة أن ليس بين الوقتين كبير فرق، لكن قوله ليس بينهما فرق كبير يدل على أن بينهما فرق صغير، فما زلنا بحاجة إلى الترجيح. الراجح أن نقدم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فنكون أخذنا بترجيح أحد الحديثين على الآخر، وسبب الترجيح أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قولي صريح وذاك فعلي، وذاك فعلي. في الحقيقة يعني على مرت معي هذه المسألة مرارا في عدد من المتون اللي تكلمت عليها، وكان في كل مرة كنت أرغب بإني نسوي تجربة نعرف الفرق بين إيش، بين مصير ظل الشيء مثليه وبين اصفرار الشمس، هل فعلا كما قال الشيخ ابن قدامة أن بينهما فرق يسير ولا لا. لعل أحدا منكم يفعل هذه التجربة ويرقب الفرق، هل بينهما ربما يكون بينهم فرق يسير، وإذا فعل هذه التجربة فمشكورا يرسل لي نتيجة التجربة، ولابد أن تكون تجربة حقيقية، يخرج إلى مكان منعزل ويفعل هذه التجربة بدقة. طيب، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة المغرب يدخل من غروب الشمس، وهذا محل إجماع ودلت عليه الأحاديث، محل إجماع ودلت عليه الأحاديث. ثم قال ما لم يغب الشفق، يستمر الوقت إلى غياب الشفق عند الحنابلة، وهذه المسألة من المسائل التي اتفق فيها الحنابلة والأحناف، وهي أنه يستمر إلى غياب الشفق، ودل عليه الأحاديث الصحيحة التي دلت على أن وقت المغرب ما لم يغب الشفق. القول الثاني أن وقت المغرب مضيق بقدر أن يتوضأ ويصلي، وقت المغرب مضيق بقدر أن يتوضأ ويصلي، واضح؟ وهذا مذهب الشافعية، يقولون هو فقط تتوضأ وتصلي وينتهي الوقت، والمالكية، الشافعية والمالكية. طيب، إذن عرفنا الآن أن المذاهب الأربعة انقسمت في هذه المسألة إلى كم قسم؟ قسمين. الراجح مذهب الحنابلة هو الأحناف، واختيار ابن القيم واختيار غيره من المحققين، لأن الأحاديث التي فيها استمرار الوقت إلى مغيب الشفق صحيحة وصريحة. ثم قال رحمه الله تعالى ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لم يبين الحديث متى يبدأ وقت صلاة العشاء، متى يبدأ وقت صلاة العشاء؟ بعد غياب الشفق، على القولين ولا على أحد القولين؟ على أحد القولين، على القول الثاني، ها؟ إيش؟ لا، على القولين، على القولين. وعلى هذا الذين يرون أن وقت المغرب ينتهي بالوقت الذي يتوضأ فيه ويصلي، سيكون عندهم وقت وش فيه بين الوقتين، لا هو من المغرب ولا هو من العشاء، وهذا من أوجه ضعف هذا القول. ووقت صلاة المغرب ما لم يبق الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، عرفنا بداية الوقت بعد مغيب الشفق ثم يستمر إلى نصف الليل، في حديث جبريل أنه إلى ثلث الليل، ونحتاج إلى أيضا التوفيق بينهما بالجامع أو الترجيح أو النسخ، وأيضا هنا نقول سنصير إلى الترجيح، والراجح أنه يستمر إلى منتصف الليل للمزايا الموجودة في حديث إيش عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه وأرضاه. طيب، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، وهذا محل إجماع وهو في الأحاديث، وهو في الأحاديث. ثم قال ما لم تطلع الشمس، يعني يستمر الوقت إلى إيش؟ إلى طلوع الشمس، وهذا أيضا عليه جماهير أمة محمد ودلت عليه الأحاديث الصحيحة. بقينا في مسألة وقت صلاة العشاء، هل يستمر إلى الفجر الضرورة أو لا؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال وقت صلاة العشاء يستمر في الضرورة إلى الصبح إلى الفجر، ومنهم من قال من ينتهي بنصف الليل، لأنه لا يوجد دليل صريح واضح وصريح على استمرار الوقت، والراجح أنه لا يستمر، وأنه ليس لوقت العشاء وقت ضرورة، بل ينتهي بنصف الليل ويخرج الوقت
ضرورة وحاجة، وبهذا يكون الذي يصلي بعد صلاة بعد منتصف الليل، يصلي العشاء بعد منتصف الليل، فهل يصليها أداء أو قضاء؟ ها؟ قضاء، قضاء، لأن وقتها للضرورة والأفضلية انتهى. بهذا عرفنا أن في الواقع أوقات الصلوات على القول الراجح متوافقة مع ما في حديث إيش؟ مع ما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فالذي يفهم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد فهم الأوقات متى تبدأ ومتى تنتهي. نعم. نعم. أحسن. كيف نعرف منتصف الليل؟ يعني نعدل السؤال، كيف نعرف منتصف الليل؟ تعرف منتصف الليل بأن تعرف متى تغيب الشمس وتعرف متى يطلع الفجر، تقسم ما بينهما على اثنين. وعند شيخ الإسلام تقسم ما بين مغيب الشمس، مغيب الشمس إلى طلوع الشمس لا إلى خروج الفجر، وتقسم ما بينهما نصفين. وعلى كلام شيخ الإسلام سيمتد الوقت أو سيقصر؟ سيمتد، لكن المشهور عند الجماهير أن الليل ينتهي بطلوع الفجر لا بطلوع الشمس. ها. ما أسمعك. يعني هو وقت المغرب يستمر إلى غياب الشفق. صحيح، أحيانا يكون أذان العشاء بعد طلوع وقت المغرب، هذا اللي تشير إليه، لا سيما في رمضان. فينبغي أن يعرف الإنسان أنه يعني هناك وقت لخروج وقت المغرب غير الساعة المعروفة الآن التي بين الشمس، بين المغرب والعشاء، لكن هي في الغالب هذا، يعني ساعة من الزمان أو أقل بقليل أو أكثر بقليل. نعم صحيح، لكن بالدليل، نحن قلنا هذا بالدليل، لأنه لا يوجد دليل يدل على الاستمرار، بينما يدل دليل في تلك المسألة على استمرار وقت المغرب إلى دخول وقت العشاء. ونحن لا نجعل هذا حاكم على المسألة أنه يجب أن لا ينفصل، لكن بالدليل تبين أنها لا تنفصل. وقت صلاة الصبح قلنا من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فبين الحديث بوضوح متى يبدأ ومتى ينتهي. ثم قال ويدرك، قال ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. نعم، في هذه المسألة خالف المؤلف المذهب، فإنه قرر أن وقت الصلاة يدرك بإدراك ركعة، وقت الصلاة يدرك بإدراك ركعة، والحنابلة يرون أنه يدرك الصلاة بإدراك تكبيرة الإحرام، والراجح ما ذكره المؤلف والدليل عليه هذا النص الذي عقب المؤلف به المسألة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الضابط في إدراك الصلاة إدراك ركعة لا إدراك تكبيرة. نعم. قال ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوها. نعم، لا يحل تأخير الصلاة عن وقتها، واعتبر الفقهاء أن تأخير أو إخراج الوقت عن الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب التي لا بد فيها من التوبة لتغفر، وهذا يتوافق مع اهتمام الشارع بمسألة إيش؟ الوقت، بدليل أنه قدمه على جميع الشروط. وهكذا تجد أن الأحكام الشرعية بعضها يصدق بعض، فلا يجوز للمسلم أن يخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر، فإن فعل فقد جاء ذنبا عظيما يحتاج معه إلى التوبة. ولهذا جاءت النصوص في الكتاب والسنة ذم الذين يؤخرون الصلاة أو الذين لا يعتنون بالصلاة، ومن أول ما يدخل بإضاعة الصلاة ترك الإيش؟ الوقت أو التساهل في مسألة الوقت. إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر من سفر أو مطر أو مرض أو نحوهما. يجوز الجمع لثلاثة أسباب. السبب الأول السفر، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ وغيره أنه جمع في السفر. السبب الثاني
المطر لقول ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر. السبب الثالث المرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للمستحاضة أن تجمع بين الصلوات والمستحاضة امرأة مريضة. المستحاضة يعني أن الاستحاضة نوع من أنواع الإيش؟ المرض. وبعض الفقهاء وسع الدلالة فقال يجوز الجمع عند الحاجة، يجوز الجمع عند الحاجة. وإذا قلنا بهذا القيد فإنه يجب أن يراعي الإنسان أن تكون الحاجة موازية لإيش؟ للحاجات المنصوص عليها. والأحوط أن الإنسان لا يجمع أبدا إلا في المنصوص عليه، وأن لا يتوسع في مسألة الجمع لحاجة. المسألة التي يمكن للفقيه أن يتوسع فيها عند وجود معناها أو عند وجود سببها صلاة الجماعة. وبعض الفقهاء يقول كل عذر يخول للإنسان ترك صلاة الجماعة يخول له الجمع، وكل عذر يخول له الجمع يخول له ترك صلاة الجماعة. والتسوية بينهما في الحقيقة فيه نظر ظاهر، بل الأعذار التي يترك الإنسان لها الجماعة أخف من الأعذار التي يجمع من أجلها الصلاة. ثم قال: قال والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق. طيب، الأفضل تقديم الصلاة في وقتها لدليلين عام وخاص. أما العام فقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، والمسارعة إلى أداء العبادات نوع من المسارعة إلى المغفرة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس بيضاء نقية، يعني في أول وقتها، كان يصلي المغرب قبل أن تشتبك النجوم. فهذا يدل على أن المبادرة بالصلاة أمر محبوب عند الشارع، أمر محبوب عند الشارع، إلا ما سيستثنيه المؤلف. نعم. وإلا الظهر في شدة الحر. نعم، المستثنى الأول العشاء، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستحب تأخير العشاء، ولولا أنه يخشى المشقة على الناس لأخرها في كل يوم. ومن العلماء من قال المستحب في صلاة العشاء مراعاة الناس، فإن اجتمعوا صلى وإن تفرقوا أو تأخروا أخر. يحتمل أن نقول هذا هو الراجح، يحتمل أن نقول أن المحبوب عند الله، المحبوب عند الله تأخير صلاة العشاء لقوله والله إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. ينبني على هذا الخلاف مسألة أخرى، وهي إذا خرج جماعة إلى البر وكانوا مجتمعين، فهل الأولى التأخير أو التقديم؟ على القول باستحباب التأخير يستحب أن يؤخروا وإن كانوا إيش؟ مجتمعين. وعلى القول الثاني يبادرون. مسألة أخرى، صورة أخرى لثمرة الخلاف، إذا اجتمع أفراد الحي في المسجد كلهم ولكن لا مانع عندهم من تأخير الصلاة، واضح؟ اجتمعوا لكن لا مانع عندهم من تأخير الصلاة، فأيهم أفضل، التأخير أو التقديم؟ على الخلاف والراجح التأخير، الراجح التأخير. نعم، اقرأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. المستثنى الثاني عند اشتداد الحر فإنه ينبغي للإنسان ويستحب له إذا تيسر أن يؤخر إلى أن يبرد الوقت وتنكسر الشمس، وهذا أمر واضح. نعم. قال ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا فإن نسي الترتيب أو جهله. أعد. من فاتته. ومن فاتته الصلاة وجب عليه المبادرة إلى قضائها مرتبا. أنا عندي نسخة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، ونسختين معناهما واحد. طيب، من فاتته الصلاة وجب عليه قضاؤها فورا، الدليل على أنه فورا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا دليل على وجوب المبادرة بالصلاة، لأن أصح قولي الأصوليين أن الأمر يدل على الفور. قوله مرتبا يعني يجب عليه أن يقضي الصلوات مرتبة، فإذا ترك العصر والمغرب والعشاء فإنه يجب عليه وجوبا أن يصلي أولا العصر ثم إيش؟ المغرب ثم العشاء. وهل هذا يعني شرط للصحة أو فقط واجب؟ فيه خلاف، فالمذهب أنه شرط للصحة،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الصلوات في الخندق قضاها مرتبة، قضاها مرتبة. والقول الثاني أن قضاء الصلوات مرتبة سنة، والقول الثالث أن قضاء الصلاة مرتبة واجب وليس شرطا للصحة، وهذا رجحه الفقيه ابن مفلح، وهو الراجح هو وسط بين القولين، لا نقول سنة ولا نقول شرط للصحة، ولكن نقول واجب وليس شرطا للصحة. وهناك أشياء كثيرة هي واجبة لكن ليست شرطا للصحة، مثل المحرمية للمرأة، يجب عليها ألا تحج إلا مع محرم، لكن لو حجت فإن الحج صحيح مع الإثم على أحد الأقوال. نعم. قال: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب، ومن شروطها نعم سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. أفادنا المؤلف أن هذا الشرط يسقط للعذر مثل النسيان والجهل، والقاعدة عند شيخ الإسلام أن جميع الواجبات والشروط تسقط للعذر، أي شرط يسقط للعذر. واستدل على هذا بأن الإنسان إذا أراد أن يصلي ولا يجد سترة يستر بها بدنه فإنه يصلي عريانا، وهنا سقط شرط ستر العورة للعذر ولا لغير العذر؟ للعذر. فإذا سقط هذا الشرط مع أنه من شروط الصلاة فغيره من الشروط من باب أولى، وهكذا سائر الشروط يسقط شرط لاستقبال القبلة والوضوء وكل أنواع الشروط تسقط للعذر، وهو دليل كما ترى قوي جدا أن الشروط عند العذر تسقط. ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. ومن الشرط الثاني ستر العورة، والدليل شرط ودليل هذا الشرط عموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطوفن بالبيت عريانا. وإذا حرم على الطائف أن يطوف من غير ستر العورة ففي الصلاة من باب أولى. يقول المؤلف رحمه الله: بثوب مباح، فلا يجوز له وهو آثم أن يستر عورته بثوب محرم، لكن لو فعل فصلاته صحيحة وهو آثم. ثم قال: لا يصف البشرة، المقصود بقوله لا يصف البشرة الحجم أو اللون؟ ها؟ اللون لأن هذا مذهب الحنابلة، فهو مقصود الآن الشيخ اللون، فلا يجوز للإنسان أن يلبس ثوبا يظهر منه لون الجلد، هل هو أبيض أو أسود أو بين ذلك، فإن لبس ثوبا يعرف منه لون الجلد فإن هذا الشرط لم يتحقق في حقه. قال بعضهم: ولا يشترط أن يكون لا يصف الحجم، لأنه يتعذر أن لا يصف الحجم، فعموما الثوب سيبين الحجم، أليس كذلك؟ والراجح أن يعني الأمر بين القول الراجح بين القولين، فوصف الحجم يكون أحيانا بالالتصاق الشديد فهذا لا يجوز، ووصف الحجم يكون ببيان الصفة العامة لحجم الجسد فهذا يصعب تفاديه، فهذا القول الراجح بين القولين هو القول الذي يمكن أن يقال به. نعم. والعورة؟ قال: والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. نعم، جميع بدن المرأة في الصلاة عورة إلا الوجه. فلنبدأ بالمسائل التي هي محل إجماع، استثناء الوجه محل إجماع. باقي البدن أو باقي سائر البدن، فتغطية المرأة لجميع البدن محل إجماع أيضا فيما عدا اليدين والقدمين. فنقسم بدن المرأة إلى كم قسم؟ ثلاثة: الوجه قسم الأول، قسم الثاني اليدين والرجلين، القسم الثالث إيش؟ باقي الأجزاء. فستر باقي الأجزاء محل إجماع أنه واجب، وكشف الوجه محل إجماع أنه لا يجب، والقدمين واليدين محل خلاف. طيب، الدليل
أن الدليل على وجوب ستر البدن أن أم سلمة سألت النبي عن صلاة المرأة في الثوب فقال تصلي المرأة في ثوب سابغ يغطي ظهور قدميها، تصلي المرأة بثوب سابغ يغطي ظهور قدميها. وهذا الحديث فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، لكن لو قلنا أنه فتوى من أم سلمة فالظاهر والله أعلم أنه لا يقال من قبل الرأي ويأخذ حكم المرفوع. وإذا قلنا ليس له حكم المرفوع فيكفي أنه فتوى من أم سلمة من فقيهات الصحابة في مسألة تختص بماذا؟ بالنساء. طيب، قال ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 فإنها الفرجان. فإن قلت لم تذكر الراجح في القدمين والكفين خلاف فيهما قوي ووجيه من الطرفين، ولكن لا يوجد دليل واضح للوجوب الستر، فإذا صلت المرأة كاشفة لا يستطيع الإنسان أن يقول أعيدي الصلاة، لكن يعني يتحتم أو ينبغي أن تسترهما لقوة الخلاف فيهما. ثم قال ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان. عورة الصبي الصغير الذي لم يبلغ 10 هي كما ذكرها المؤلف، ولا إشكال في ذلك لعدم وجود دليل على وجوب ستر ما عدا العورة المغلظة. نعم. قال ومتوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. المتوسطة هي كما قال المؤلف ما بين السرة إلى الركبة، والدليل على أن الفخذ عورة حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك، وهذا الحديث منه من صححه ومن ضعفه، وهو يعني إلى الضعف أقرب. وعموم قول النبي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة يشمل الأمة، يشمل الأمة، وهذا مذهب الجمهور. والقول الثاني أن الأمة كالحرة، أن الأمة كالحرة يجب أن تستر جميع الجسد، وهذا القول الثاني أحوط. نعم. قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة. هناك مسألة وهي أن الفقهاء يقولون الواجب على الإنسان إذا أراد أن يصلي أن يستر ما بين السرة والركبة فقط، وعلى هذا الجمهور. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن هذا لا يصح ولا ينبغي أن يقول به فقيه، بل الواجب عليه أن يلبس ما يعتبر زينة، وأنه لا يجوز له أن يصلي كاشفا لما عدا ما بين السرة والركبة، لأن الله قال خذوا زينتكم، وأخذ الزينة قدر زائد على ستر العورة. وما ذكره كما تسمع الآن كلام وجيه وقوي ومتين، ولذلك نقول إن شاء الله أنه هو الراجح، ولا يجوز للإنسان أن يصلي مقتصرا على ستر العورة التي ذكرها الفقهاء، بل يجب عليه أن يأخذ الزينة حسب استطاعته. قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة، قال تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. نعم. الشرط الثالث استقبال القبلة، ووجوب استقبال القبلة محل إجماع، فدل عليه النص وهو قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ودل عليه أيضا دليل الإجماع من الفقهاء أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي إلى مستقبل القبلة مع القدرة والتمكن. نعم. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. هنا قرر الشيخ قاعدة وهي أن الواجبات جميعا كما تقدم تسقط مع العجز، فإذا لم يتمكن الإنسان من استقبال القبلة فإنه يسقط عنه استقبال القبلة للعجز عنه. وتلاحظون ما يلان الشيخ رحمه الله دائما إلى مسألة إيش؟ إلى مسألة التقعيد، ولهذا يقول تسقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز، هذه قاعدة، كأنه قال تسقط جميع الواجبات بالعجز أو ضابط، هذه قاعدة أو ضابط. وكما أشرت سابقا أن الشيخ رحمه الله يعني متميز في باب تقعيد القواعد وضبط الضوابط. الفقهاء يقولون أن استقبال القبلة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الإنسان قريب أو بعيد، فإن كان قريبا من الكعبة فالواجب عليه إصابة إيش؟ عين الكعبة، وإن كان بعيدا عن الكعبة فالواجب عليه إصابة جهة الكعبة. ولكن إذا كان قريبا وإصابة عين الكعبة هذا لا إشكال فيه إذا تمكن، إذا كان بعيدا فهل يجب عليه أن يجتهد أو يجوز له أن يسأل أو لا؟ في الواقع الفقهاء يعني عندهم دقة في هذا الباب كثير من الناس لا يراعيها، فالحنابلة والفقهاء عموما يرون أن الإنسان له أن يجتهد إذا كان خارج البلد، وإذا كان داخل البلد فإنه لا يجتهد، وإنما يفعل أحد أمرين، إما أن يسأل أو إيش
أو يهتدي بالمحاريب، أو يهتدي بالمحاريب محاريب المسلمين، فإنها متوجهة للقبلة كما قال الحنابلة. وعمل كثير من الناس أنهم إذا دخلوا الفندق في المكان الذي سافروا إليه يجتهدون، أليس كذلك؟ الواجب أنه ماذا يصنع؟ يسأل. الاجتهاد داخل المدينة عند الفقهاء، الاجتهاد داخل المدينة. لكن نفاجئ أن كثير من الناس وش فيه؟ يجتهد داخل المدينة، يعجز أو يتعاجز من السؤال فيجتهد، إذا كان في استراحة، إذا كان في مكان يجتهد ويقول لعله من هنا لعله من هنا. هنا شيء آخر أضيف في وقتنا المعاصر، أنه الاجتهاد مع إيش؟ مع الأجهزة المعاصرة. الاجتهاد مع الأجهزة المعاصرة، فغالب الأجهزة فيها البوصلة وبعضها فيها ما يدل إلى القبلة. ولا شك أن البرامج الموجودة وإن افترضنا الخطأ عليها أحياناً أقوى من اجتهاد الشخص الذي لا يعرف القبلة، لا سيما المعاصرين. عامة الناس اليوم لا يعرف النجوم ولا يعرف الرياح ولا يعرف، بعضهم لا يعرف الاتجاهات أين الشمال وأين الجنوب، فاجتهادهم دائماً مبني على غير دليل، مبني على يعني أوهام. فأقول يعني لا يجوز الإنسان أن يجتهد مع وجود هذه الأشياء، السؤال والأجهزة الحديثة. نعم. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. جرت عادة المؤلف أنه دائما بعد ما يقرر المسألة يذكر إيش؟ لا، المستثنيات. هنا ذكر المستثنى، الذي يريد أن يتنفل في السفر فهو مستثنى من وجوب استقبال القبلة، فله أن يتنفل إلى جهاته التي هو متوجه إليها ويعفى من استقبال القبلة. ولكن هنا مسألة، هل يجب عليه أن يستقبل القبلة عند افتتاح الصلاة أو لا؟ فيه خلاف، فمن الفقهاء من قال يجب أن يستقبل عند افتتاح الصلاة ثم يرجع، ومنهم من قال لا يجب عليه استقبال القبلة في أي مرحلة أو في أي جزء من أجزاء الصلاة بما في ذلك افتتاح الصلاة. والراجح أنه لا يجب عليه أن يستقبل ولا في ابتداء الصلاة. سبب الترجيح أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة تنفله أثناء السفر أنه كان يستقبل القبلة، ولو كان يصنع هذا لكان الأمر لافتا للانتباه ولا نقله لنا الصحابة. من المسائل: هل يجوز للإنسان أن يتنفل راكبا داخل المدينة؟ في خلاف أيضا، في خلاف قوي، والراجح أنه لا يشرع داخل المدينة، لأنه لو كان خيرا لسبقون إليه، والصحابة عندهم تشوف شديد لأداء النوافل، ولم ينقل عنهم أنهم كانوا ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا أنه كان يتنفل داخل المدينة، وإنما يقتصر ذلك على مسألة السفر، على مسألة السفر. نعم. قال رحمه الله: ومن شروطها النية. نعم، من شروط الصلاة النية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والغرض من النية التمييز بين العادات والعبادات، وأيضا التمييز بين العبادات، فالعبادات فيها النوافل وفيها الفرائض وفيها الإعادة وفيها القضاء وفيها الأداء وفيها أشياء كثيرة، وهذه الأنواع تحتاج للتمييز بينها إلى نية. والمقصود يعني المقصود بكلام الفقهاء هنا النية التي هي نية العمل، يعني ليست مرادفة تماما للإخلاص. فقد تجد الإنسان عنده نية في الصلاة، يعرف أنه يصلي العشاء، لكن ليس عنده إخلاص ولا خشوع، ليس كذلك؟ الفقهاء يريدون الخشوع ولا الإخلاص الذي هو من الفقهاء يريدون نية التمييز أو الخشوع والإخلاص؟ التمييز، لأن لو كان الخشوع شرط صحة لكان هناك إشكال كبير، لبطلت الصلوات بأعداد كبيرة. نسأل الله العافية والسلامة، يعني نسأل الله أن يتوب علينا جميعا، يعرض للإنسان في صلاته من عدم الخشوع أشياء كثيرة، ويحارب الإنسان نفسه مرارا. ومن رحمة الله أنه لم يجعل الخشوع شرطا لإيش؟ للصحة. لكن الصلاة بدون خشوع ليس لها فائدة كبيرة، ولا تنهى بالقدر الكافي عن الفحشاء والمنكر، وهي كالجسد بلا روح. ولهذا احذر كل الحذر من أن تصلي بدون خشوع، وإذا جربت وصليت بخشوع فستلمس في نفسك أنت تغير في
قلبك وفي روحك وشعورك ستجد هناك تغير عظيم جدا. عاهد نفسك من هذا اليوم أن تكون خاشعا في الصلاة، تجاهد نفسك قدر الإمكان. أسأل الله أن يعينني وإياكم على الخشوع في الصلاة. وتصح، قال: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل نجس أو مغصوب أو في مقبرة أو حمام أو أعطان إبل. نعم. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. تصح الصلاة في كل موضع، هذه قاعدة، والدليل عليه قوله صلى الله عليها قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والأرض هذا للعموم، جميع الأراضي هي مسجد وطهور، فيجوز الإنسان أن يصلي في كل مسجد، في كل مكان، في كل مكان إلا المستثنى. فمن المستثنى يقول في محل النجس، لا يجوز الإنسان أن يصلي في محل النجس، لأن الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير إيش؟ البقعة، ولأن طهارة البقعة شرط لاستكمال الطهارة التي هي شرط لصحة الإيش؟ الصلاة. ثم قال: أو مغصوب، لا تصح الصلاة في البقعة المغصوبة، وهذا من المفردات. وما معنى المفردات؟ التي انفرد بها الإمام أحمد. وأنا أقول دائما أن المسائل التي انفرد بها الإمام أحمد وش فيها؟ فيها قوة، فيها قوة، لأنه لا ينفرد عن من سبقه من العلماء إلا لوضوح الدليل عنده، رحمه الله ورفع درجته وجمعنا وإياه في مستقل رحمته. المكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه، لأن أفعاله وقيامه وسجوده في البقعة محرم، والتحريم ينافي العبادة. القول الثاني أن الصلاة في البقعة المغصوبة صاحبه آثم مع صحة الصلاة، لأن التحريم جهة منفكة عن الصلاة، جهة منفكة عن الصلاة، وهذا من حيث الأدلة أقوى. نعم. ثم قال: أو في مقبرة، لا تجوز الصلاة في المقبرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا المقبرة والحمام مسجدا. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، لكن المقبرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في القبور، وقال: لا تتخذوا قبور أنبياءكم مساجد. فبالذات الصلاة في القبور محرمة، ودلت عليها النصوص الصحيحة التي لا شك في صحتها. لكن العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة، من العلماء من قال وجود النجاسات بسبب الموتى، ومنهم من قال خشية الوقوع في الشرك، والراجح أنه خشية الوقوع في الشرك. أما النجاسات فإنها ستنقلب إلى طاهرات بسبب الاستحالة، وأنتم ستأخذون في متن آخر في كتاب الطهارة أن الاستحالة نوع من أنواع الإيش؟ التطهير. طيب، نعم. ثم قال: أو حمام، الحمام لا تجوز الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، وهذا الحديث أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحمام، أحسنت، ما المقصود بالحمام؟ المقصود بالحمام موضع الاغتسال، أما قضاء الحاجة فيسمى بيت قضاء الحاجة أو بيت الخلاء. طيب، إذن المقصود هنا، ولهذا سيذكر المؤلف ربما لم يذكر موضع قضاء الحاجة، لم يذكره اقتصارا، النهي عن الصلاة في الحمام لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءت الأثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الصلاة في الحمام. سؤال: القواعد العامة والأصول الشرعية والمآخذ عن الأحاديث النبوية هل تدل على النهي أو الجواز؟ تدل على الجواز. الحمام، طيب، الآن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، صح ولا لا؟ صح عنه النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، قالوا نصلي في مرابض غنم، قال لا، قال نعم، قالوا نصلي في أعطان الإبل، قال لا، صح ولا لا؟ وعلل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، بأنها مأوى الشياطين كما قال الشافعي، والعلة أنها خلقت من الشياطين. هل نقول أن هذا النص وأمثال هذا النص يدل على أن الشارع يكره الصلاة في الأماكن التي هي مأوى الشياطين؟ وهل الحمامات والزبائل
المزبلة التي ذكرها الحنابلة، المزبلة والحمام والمجزرة أماكن ملائكة ولا شياطين؟ لأنها أماكن نجاسات، والحمامات مأوى الشياطين، أليس كذلك؟ فنأخذ من هذا النص ومن غيره من القواعد أن الشارع لا يحب الصلاة في الأماكن المكروهة. ولهذا نقول أنه الحمام والمزبلة ومكان الذبح لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم نص خاص، لكن بالنسبة لي أنا لا أشك أنه أن الشارع يكره الصلاة في إيش؟ في هذه الأماكن، أليس كذلك؟ هل هذا واضح أو ليس بواضح؟ إذن نأخذ من القواعد العامة أن ما ذكره الحنابلة وغيرهم وإن لم يصح فيه أحاديث معينة إلا أن الأصول العامة تدل عليه، فلا يصح للإنسان أن يصلي في حمام ولا في بيت قضاء الحاجة ولا في مكان الذبح ولا في غيرها من الأماكن. ثم قال: وأعطاني الإبل. فأعطاني الإبل من الأماكن التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، واختلف الفقهاء في تحديد ما هي أعطاني الإبل على قولين. القول الأول أن أعطاني الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها وتبيت فيها. القول الثاني أن أعطاني الإبل هي الأماكن التي تأوي إليها وتبيت فيها، وهي أيضا الأماكن التي تصدر إليها بعد أن ترد للشرب، فمن طبيعة الإبل أنها إذا شربت رجعت ومكثت عطنت في مكان ثم ترجع تشرب ثم ترجع إلى نفس المكان، فهذا المكان الذي تذهب إليه بعد الشرب يسمى أعطان الإبل. والخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة أخرى، وهي إيش؟ وهي مسألة تحديد معنى أعطان الإبل في لغة العرب، وكثير من المسائل يرجع إلى التحديد اللغوي. والراجح أن أعطان الإبل يصدق على الموضعين، والراجح إن شاء الله تعالى أن أعطانا الإبل يصدق على الموضعين، ما تبيت فيه وما ترجع. لكن عرفت من هذا الخلاف أن الأماكن التي تبيت فيها وتأوي إليها هي من أعطانا الإبل بالإجماع، لأن الخلاف في إيش؟ في الصورة الثانية. الخلاف في الصورة الثانية. ثم قال رحمه الله: وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. هذا الحديث كما قلت لكم أعله الأئمة، أعله الإمام الدارقطني والبيهقي والدارمي وغيرهم من الحفاظ، أعلوا هذا الحديث بالإرسال، فهو حديث مرسل، وأنتم أخذتوا أن المرسل من أقسام الحديث الإيش؟ الضعيف. فإذا هذا الحديث لا يصح، ولكن ما تقدم من الآثار المروية عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والقواعد العامة تدل على هذا. باقي مسألة: لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة في أعطان الإبل؟ ذكر الشافعي أن السبب أنها خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين يعني طبعها طبع الشياطين، وهذا صحيح، وهذا صحيح. ولهذا يستحب للإنسان ألا يكثر من أكل لحم الجزور، وأن لا يكثر من مخالطة الإبل بأن يكون راعيا لها مثلا أو كثير الجلوس عندها مثلا، لأن هذا الطبع الموجود في الإبل ينطبع على من يكثر من يعني الجلوس عند الإبل، فينبغي الإنسان أن يعني يبتعد عن هذا حذرا مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون وصلنا إلى باب صفة الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي كل خير، وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعل ما قدمه من هذا العلم النافع في ميزان حسناته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على حسن الاستماع، وأشكركم على الفهم والمتابعة والإدراك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا في مستقر رحمته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله
ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.